يحفظ لون هذه التربة. إذا عثرت على لون مثل هذه التربة اعرف أنك أنت فوق مدينة من المدافن. هذا هو السر، هذا هو المفتاح، ليس التراب الأحمر بل التراب اللي بيجي أسفل الأحمر، هم قلبوها أسفلها عاليها، فصار هذا التراب من فوق والتراب الأحمر من الأسفل. طبعا يا إخوان اليوم في مفاجأة، مرت عليكم قبر صخري بداخله بيمينه قبر ويساره قبر، لكن اللي على اليسار طوابق، نظام طوابق، يعني ما مر على أي إنسان قبر شمسي مثل هذا القبر اللي أنا عثرت عليه. أتحدى أي إنسان إذا عثروا على مثل هذا القبر، قبر شمسي صغير لكن من الداخل كبير يوجد فيه مدينة تحت الأرض، مدينة. مفاجأة للجميع. انظروا معي أخواتي هذا القبر الجميل. نبدأ أولا يا أخواتي، قبل ما نورجيكم القبر راح نورجيكم أطراف القبر اللي عملوها، محل ما بتضع كانوا يضعوا الغطاء، هذا هو المكان اللي كانوا يضعوا عليه غطاء القبر، وهذه هي الصخرة. لا يوجد مسافة متران وثلاثة متر، طبعا بضحكوا عليكم لما يقول لك انزل 10 متر و5 متر، لا ما في منه هذا الحكي، تقريبا فقط 10 سنتي المسافة. غطاء مليس بطينة الحكمة، تمام، أغلقوا بإحكام، إجا واحد ذكي عبقري محنك فتح هذا القبر، لكن هذا القبر مصيبة للغاية. انظروا يا إخوان، على اليمين يوجد قبر وعلى اليسار يوجد حوالي 4 قبور على شكل طوابق. انظروا يا إخواتي إلى ذلك السرداب، نعم وضعوا يا إخواتي، انظروا يا إخواتي، وضعوا هنا قبر ووضعوا هنا قبر، لكن وعملوا هنا غطاء أيضا وعملوا قبر في الأسفل. طيب كيف عملوا التمويه هذا؟ لماذا عملوا هذا التمويه؟ أنت راح تيجي تحفر في هذا المكان، ما راح تعثر على هذا القبر ولا راح تعثر على هذا القبر، راح تعثر على قبر حارس قتلوه لكي يعملوا فيه تمويه، لكن الغني وضعوه داخل هذا المكان وداخل هذا المكان، ومن ثم أغلقوا هذا المكان ومن ثم أغلقوا هذا المكان. كيف أغلقوا هذا المكان؟ أغلقوه يا أخوان بصخرة رقيقة، ومن ثم وضعوا عليها طينة الحكمة وأغلقوها بالسكن اللي هو الفحم. احفظوا لون هذه التربة، إذا عثرت على لون مثل هذه التربة اعرف أنك أنت فوق مدينة من المدافن. هذا هو السر، هذا هو المفتاح، ليس التراب الأحمر بل التراب اللي بيجي أسفل الأحمر، هم قلبوها أسفلها عاليها، فصار هذا التراب من فوق والتراب الأحمر من الأسفل. بسم الله، أحضر مطوري على بئر روماني قديم، إلى ذلك البئر مغطى بالصخور، طبعا مع الشتاء مع التضاريس التربة فكت المكان وفتح هذا البئر. لسه البئر هذا يا إخوان بكر، ما حدا صابه ما حدا فتحه، هذا فتح على يدي. نعم يا أصدقائي إنه بئر روماني، يا إلهي كم عمق هذا البئر يا إخوان، تقريبا من 50 إلى 35 متر العمق. العمق انظروا يا إخواتي، انتظر يا صديقي، انظروا، قرب الجهاز، انظر يا إلهي كم عمق هذا البئر. نعم يا إخواتي، قاموا بوضع هذه الصخرة الكبيرة عبارة عن تمويه لهذا البئر. طبعا هم كانوا يعملوا غطاء البئر دائري، لكن في المكان هذا عملوه على شكل طولي، ومن ثم وضعوا هذه الحجارة وقاموا بتغطية هذا البئر. لكن البئر هل هو للماء أم للدفن؟ لا يا أصدقائي، هذا ليس للماء بل للدفن، يوجد سرداب يخرج إلى ذلك البئر العميق. يا إلهي ما مر علي بئر بجمالية هذا البئر. طبعا هذا ليس لمحبين الكنوز والدفاعي، لا، هذا لمحبين العالم القديم. انظروا للجمالية، انظروا للنحت، انظروا إلى ذلك البئر الجميل الرائع الذي نحت قبل آلاف السنين. بعد سيمه تابعوا الفيديو للنهاية، يوجد أشياء ومصائب، تابعوا الفيديو للنهاية. انزل معي
طبعا يا اخوان اليوم احنا في مدفن تقريبا ثلاث طوابق. هذا المدفن نحت بالصخور، الصخور الكلسية. طيب ليش نحتوا المدافن بنحتوها بالصخور الكلسية؟ طبعا يا اخوان زمان ما كان عندهم عدد وما كان عندهم مثلا جرافات والات، لا كان عندهم عدد يدوية، يا حجر صوان يا قطعة حديد وازميل وشكوش فقط، هذا اللي كان عندهم. فكانوا يختاروا الصخور الكرسية. ركز معي شو يعني الصخرة الكرسية، يعني ما راح تلاقي مدفن بصخر اسود او صخر بازلت او صخر صوان، راح تلاقيه بحجر اللي هو الصخر الكلسي. طبعا يا اخوان شوفوا لي هالدرج ما اجمله، درج ولا اروع، نحت على يد القدماء. نعم يا اصدقاء، طبعا في سر كيف عثروا على هذا المدفن. طبعا صخرة حاضنة كبيرة كاملة كلها صخور لون ابيض، لكن المنطقة هاي راح تكون فيها تربة حمراء او اي نوع تربة، يعني راح تكون كاملة صخور لكن يوجد مربع مليء بالتربة. المربع المليء بالتربة يا اخوان راح يكون المدخل، المدخل الرئيسي. لكن يا اخوان يوجد مفاجأة راح نورجيكم اياها، اللي هي الروزنة. وما ادراك ما الروزنة؟ في ناس بتعثر على الروزنة لكن ما بعثروا على الباب. راح نورجيكم كيف اتجاه الروزنة. اتجه باتجاه الجنوب، اتجاه الجنوب راح تلاقوني داخل الروزنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها انا يا اخواتي داخل الروزنة. ها هي الروزنة. الروزنة يعني ليش عملوا هاي الروزنة؟ الروزنة عملوها يا اخوان لحتى يعملوا انارة، لانه زمان ما كان عندهم لا كهرباء ولا كان عندهم انارة، فكانوا يعملوا هذه الطاقة او الفتحة الصغيرة لحتى ينيروا المدفن، ينيروا المدفن. في ناس تسأل طيب ما هو ميتين ودافنين معهم الكنوزهم، ليش عملوا منور؟ زمان كان عندهم معتقدات يا اخوان، اذا عملوا المنور وسكروا الباب الشخص اللي دفنوه معتقداتهم انه راح يرجع يعيش وراح يطلع ويتسلق من هذا المكان، او الروح بتظلها تطلع وتنزل من هذا المكان، هكذا كانت معتقداتهم. في ناس ما راح تصدق لكن القدماء هكذا كانت معتقداتهم، انهم يعملوا منور او فتحة في السقف لحتى تنير على القبر او على المدفن. طيب كيف بتكون مسكرة؟ كيف بيكون هذا مسكر المنور؟ طبعا اخوان في له غطاء، غطاء دائري اللي هو حجر بنحتوه بيعملوه الورجيس الدفيات هذولا، محل بركبوا الحجر هون، بركب الحجر اخوان وبكونوا مسكرين فيه المنور. لا تنسونا يا اخوان، لا تنسونا باللايك ومشاركة الفيديو لحتى الكل يستفيد. لسه في كمان موقع راح نصوره بنفس هذا الفيديو، تابعوا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مشاهدي قناة ابو شهم الاعزاء، احبائي ومتابعيني. طبعا اليوم يا اخوان جايبين لكم مفاجأة وسر جديد من اسرار الاشارات ومن اسرار البحث عن الكنوز. اليوم جيناكم بشيء عجيب وغريب الكل راح يتفاجأ منه. طبعا انتم شايفين هنا في قبر شمسي، لكن داخل القبر يوجد مصيبة. ما هي المصيبة؟ لا ندري، سوف ترونها بأم عينكم. اليوم يا اخوان يجينا على موقع رهيب جدا ومشوق للغاية، انصحك بمشاهدة الفيديو اول باول لكي تتعلم كيف تعثر على قبر مثل هذا القبر. هذا القبر موجود باي بلاد في العالم، نظام هذا القبر موجود في اي بلد في العالم، لانها حضارة واحدة مرت من اوروبا الى اقصى شرق الاوسط. تمام، اليوم راح نعطيكم سر واسرار كيف انتم تعثروا على مثل هذه القبور. لكن اذا عثرت على هذا القبر ما راح تلاقي شيء، لكن في مصيبة داخل هذا القبر. ما هي المصيبة وما هي المفاجأة راح تشوفوها. واللي لقى مثل هذا القبر وما لقى فيه مثلا رزق وما لقى فيه شغلة، لا يا اخي في موجود وراح تتفاجئوا. لف معي يا ابو ربح. اليوم يا اخوان المفاجأة انه يوجد في هذا القبر، انت عندما تعثر على هذا القبر راح تكون هاي المنطقة مغلقة باحكام، مغلقة بطينة الحكمة. انظر الى تلك الطينة، هذا هو الغطاء للقبر. طبعا هم عملوا هذا القبر على اساس انه انت تحفر وتعثر فقط على عظام او تعثر فقط على
تربة ومثلا أنتيكة ما راح تعثر على الكنوز ولا راح تعثر على دفائن، لكن في الداخل هنا يا إخوان عملوا خزنة، الخزنة المخفية. ما هي الخزنة المخفية؟ الخزنة المخفية أخواتي تيجي على شكل قوسة وجوية. الكل بيعرف شو هي الخزنة، الخزنة بيعملوها على شكل قوسة. بلشنا نتخربط بالسوالف يا اخوان. طبعا كيف هم سكروها؟ حفروا هذا القبر بالصخر، طبعا الصخر الكلسي الطري الهش، تمام، ومن ثم عملوا خزنة مخفية، ومن ثم اغلقوا هاي الخزنة تمويه لحتى هو يشتتك وتيأس من المكان وما تعثر على الدفين. احنا اعطيناكم سر من اسرار القبر الشمسي. طبعا الكل راح يتفاجئ والكل راح يتذكر انه عثر على هذا القبر، ولكن ما عثر على كنوز ولا عثر على دفان ولا عثر على جماجم ولا حتى على عظمة، تمام. لكن هون يا اخوان في الساوية، انظروا يا اخوان، يوجد هنا اشارة غريبة، يعني اللي بيشوفها راح يقول لا هاي مو اشارة. طب ليش عمل هون مثلا، ليش عمل هون زاوية وعمل هون زاوية لكن في زي جرن اللي هو النفر؟ جرن النفر هذا توجيه عملوا لهاي المنطقة انه في بالداخل دفين. شايفينها يا اخوان؟ ركز معي يا ابو ربحي، شوف الطريقة اللي عملوها. هاي الاشارة بتدل زي المراية، تعكس على المكان هذا. الشخص اللي فتح هذه الخزنة شخص ذكي ومثابر، شخص يعني بدنا نحكي مخه كمبيوتر، للأمانة مخه كمبيوتر. أتمنى أنه هذا المكان نال إعجابكم. لسه في مواقع ثانية راح نورجيكم إياها بنفس هذا الفيديو، راح تتفاجأ كمان. يوجد تقريبا 150 قبر، وكل قبر يوجد فيه سر. السر هذا أنت بدك تتعلمه وبدك تحفظه داخل دماغك لحتى ما تحتاج أي حدا يعلمك كيف تحلل إشارتك، لا، لحالك راح تتعلم بصوت وصورة كيف أنت تعثر على الهدف بشكل أسهل، لأنها حضارة واحدة. الحضارة اللي مرت هنا مرت عندك ومرت عنده ومرت عند الجميع. وتابعوا الفيديو للنهاية لحتى كل يستفيد، ولا تنسونا باللايك يا إخوان، بدي الفيديو هذا يوصل 1000 لايك. إذا ما وصل هذا الفيديو 1000 لايك ما راح أنزل فيديوهات. وقف.